عودة الرمز الاتحادي تعيد الاستقرار للعميد والأمير نواف بن فيصل يوجه بتكريم رياضيي 2011. الفيصلي يخنق الشباب بالتعادل، والنصر يقسو على الرائد بالأربعة مع الرأفة، ونجران والفتح يخرجان بنقطة سلبية. رئيس الهلال يطالب باستغلال تعثر المتصدر لاعتلاء قمة زين، والتعاون يستقبل مدربه الجديد ستريشكو قبل الموقعة الدورية. رئيس الاتحاد يكشف مستجدات مفاوضات البوعبيد، ويتحدث عن موقف كيك من أونداما، وإصابة نور تخلط الأوراق. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كرة على قناة خليجية ومستمعي روتانا فأم في المملكة العربية السعودية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بأخبار الشوط. وجه الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بإقامة حفل تكريم للرياضيين الذين حققوا إنجازات خلال دورة الألعاب العربية 12 التي أقيمت مؤخرا في الدوحة، وكذلك الرياضيين الذين حققوا ميداليات في جميع الدورات التي أقيمت في العام 2011. وتجري الاستعدادات لإقامة هذا التكريم خلال شهر فبراير القادم بالرياض. أوضح ذلك أمين عام اللجنة الأولمبية السعودية الدكتور راشد الحيول الذي أشار إلى أن هذا الحفل يقام نهاية كل عام، وهذا الحفل هو الثالث على التوالي، ويكرم اللاعبون بالحوافز المالية التي هي جزء من برنامج الصقر الأولمبي. هذا البرنامج الذي يحظى بكل دعم واهتمام من سمو الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز الذي يحرص دائما على تحفيز الرياضيين لتقديم مستويات مشرفة على كافة الأصعدة. اجتمع الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال بلاعبي الفريق الكروي الأول قبل بداية تدريب اليوم الجمعة، حيث تحدث للاعبين مؤكدا أهمية المرحلة القادمة وصعوبة المباراة المقبلة أمام هجر ضمن الجولة 14 من دوري المحترفين السعودي، مبينا أهمية احترام الفريق الخصم والعمل على تحقيق الفوز للاستفادة من الفرصة السانحة لتصدر الدوري. وأصف أداء الفريق في المباراة الماضية أمام الاتحاد بالجيد، وقال إن اللاعبين قدموا أداء جيدا ولم ينجحوا في تحقيق الفوز، ويجب تدارك ذلك في مباراة الغد واستمرار الأداء الجيد وتحقيق النتيجة المطلوبة المقرونة بالمستوى العالي، وبالتالي اعتلاء صدارة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم، مشددا على أهمية احترام الخصم والتركيز على المباراة دون النظر للمباريات المقبلة. انهالت مبالغ الدعم على خزينة نادي النصر بعد الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم اليوم على نظيره الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة. وتلقت الخزينة النصراوية اليوم دعما ماديا يصل إلى 900,000 ريال، بواقع 500,000 ريال من عضو شرف النادي الأمير محمد بن عبدالله، و200,000 ريال من الأمير طلال بن بدر نائب رئيس هيئة أعضاء شرف النادي، و200,000 ريال من عضوي الشرف لا يرغبان في ذكر اسمهما، بواقع 100,000 ريال من كل عضو، فيما وعد عضو شرف النادي حسام الصالح لتقديم دعم للنادي في القريب العاجل. كثف سلوفيني ماتياس كيك مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بحثه عن عدة خيارات للاستعانة بها خلال مواجهة الفريق المقبلة بعد تأكد افتقاده لخدمات قائد الفريق محمد نور الذي كشفت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، والتي ستضطره للغياب عن المشاركة لمدة 4 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أخيرا خلال مواجهة فريقه الأخيرة مع الهلال. وتشير القراءات الأولية إلى استعانة كيك بمناف أبو شقير في ظل تواجد سعود كريري ومحمد أبو سبعان في المحور، ويعتقد الاتحاد لخدمات لاعبه محمد نور في مباريات التعاون والفتح والرائد. قال أرسن فينجر مدرب نادي أرسنال المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم أن فريقه اقترن مع التعاقد من الفرنسي المخضرم تيري أوري لاعب نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي على سبيل الإعارة لمدة 2 شهر، وأوضح أن الأمر بات يتوقف على إتمام بعض الإجراءات بالتنسيق مع النادي الأمريكي، ويرغب أرسنال في استعانة بخدمة لاعبه السابق أوري صاحب 34 عاما للشعبية الكبيرة التي يمتلكها. وقال فينجر في مؤتمر صحفي اليوم أن المسألة تتوقف على الاتفاق مع ناديه الأمريكي.